الاقتصاد أمر مهم، مش عشان احنا بس، عشان خاطر كمان أبنائنا وأحفادنا يعيشوا بشكل أفضل. اللي احنا بنعمله ده مسار ملناش خيار غيره عشان نبني بلد مرفوعة الرأس. عشان احنا، عشان بلدنا، عشان ناسنا. اللي اتعمل خلال السنين اللي فاتت ده كان بجهدكم انتوا وبتحملكم انتوا وبوعيكم. هنفضل نبني ونشتغل، وطول ما احنا متحملين وطول ما احنا قادرين على ان احنا نواجه ونبني ونطلع قدام، هتجد بفضل الله سبحانه وتعالى نتائج افضل. نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل حتى نغير واقعنا. صفحة جديدة يسطرها الاقتصاد المصري بنجاحات نالت ثقة المؤسسات الدولية المختلفة وترجمتها لإشادات متتالية تكتب فصلاً جديداً في مسيرته عنوانه النمو المرن والصلب. فصل يأتي بعد نجاح الاقتصاد المصري في تجاوز تحديات أزمة النقد الأجنبي التي مر بها مؤخراً، معلناً حقبة جديدة ذات آفاق أرحب وطموحات أكبر نحو استدامة واسعة النطاق وتنافسية وريادة إقليمياً وعالمياً. فوفق جهود مستمرة تبذلها الدولة لتعظيم المكاسب الاقتصادية في إطار خطتها للإصلاح الاقتصادي مختلف الأبعاد، جاءت خطوات توحيد سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب بما يقضي على السوق الموازية للعملات الأجنبية ويخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي. ومع اتجاه مصر لتعزيز ثقة المستثمرين في قوة وصلابة الاقتصاد، تكلل هذا المنحى بصفقة تنمية منطقة رأس الحكمة من خلال جذب استثمارات تتجاوز 35 مليار دولار بشكل عاجل، مع ضخ استثمارات بقيمة 150 مليار دولار لاستكمال المشروع خلال السنوات القادمة. كما وقعت مصر اتفاقيات عدة لجذب استثمارات ضخمة في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد، وهو ما وفر لمصر موارد دولارية مستدامة. الإجراءات الأخيرة قابلتها ردود فعل إيجابية من أهم المؤسسات الدولية وأبرزها صندوق النقد الدولي، والذي أكد أن الإجراءات الاقتصادية في مصر خطوة قوية تهدف إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد تحدده السوق والحفاظ على القدرة على تحمل الأعباء واستعادة استقرار الأسعار. وفي ترجمة عملية لهذه الثقة، وقعت مصر اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية الهادفة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق، وذلك بقيمة 8 مليارات دولار. إلى ذلك يمضي الاقتصاد المصري في طريقه التصاعدي رغم التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر والعدوان على غزة وتداعياته الاقتصادية على العالم بأسره، ليثبت يوماً بعد يوم أنه حائط صد منيع أمام أي أزمات حالية أو مستقبلية. على مدار السنوات الماضية سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة تسهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وتحسين مناخ الاستثمار،
الدولة في هذا الإطار أطلقت حزمة من الإصلاحات الشاملة وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما انعكس على تحقيق الاقتصاد المصري نجاحات وإنجازات كبيرة جعلته قادراً أعلى الصمود في مواجهة الأزمات بدءاً من جائحة كورونا وحتى تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن باقي التوترات التي تشهدها المنطقة. ورغم تلك الصدمات الجسيمة، إلا أن الاقتصاد المصري ما زال صامداً بشهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية والإعلامية حول العالم. بنك جولدمان ساكس قال إن الوضع الآن إيجابي ويحفز على انتعاش الاستثمار في الأصول المصرية، متوقعاً استمرار التحسن وتعافي الجنيه. كما توقع البنك أن يتواصل انخفاض التضخم وأن تعود المحافظ الاستثمارية للسوق المحلية إلى جانب انخفاض احتياجات الحكومة للاقتراض. كذلك توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.4% عام 2025، ارتفاعاً من 3% في عام 2024، مشيراً إلى أن سياسة تحريض سعر الصرف عززت حركة تدفق رؤوس الأموال ودعمت دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته. وهكذا بات اقتصاد الجمهورية الجديدة قادراً على تلبية طموحات الشعب المصري من خلال تحسين المؤشرات كافة، بداية من زيادة النمو وانخفاض التضخم وهو الأهم للمواطن، مع توفير فرص عمل وزيادة التصنيع والتصدير وتنميع موارد العملة الصعبة.